وافق مجلس النواب اليوم على تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح برغبة بصيغته المعدلة بشأن رفع نسبة الزيادة السنوية للمتقاعدين، في حين تم إعادة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة المعدل بخصوص مشروع قانون بشأن نظافة العامة إلى اللجنة المختصة لمدة أسبوعين، وتم أيضا استعراض الإخطارات المقدمة للمجلس بشأن المراسيم بقوانين الصادرة بين دوري الانعقاد الأول والثاني من الفصل التشريعي الرابع التي أحيلت إلى اللجان المختصة. هذا وخصص مجلس النواب جلسته برئاسة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا لعرض موضوع عالم للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة حول إعادة توجيه الدعم للسلع والخدمات، وذلك بناء على الطلب الذي تقدم به عدد من أصحاب السعادة النواب في الجلسة الماضية. لا يختلف اثنان حول الحاجة الماسة اليوم للاتجاه نحو سياسة إعادة توجيه الدعم الحكومي للسلع والخدمات، ولكن نقطة الاختلاف ما زالت قائمة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية حول آلية تنفيذ هذه السياسة. لذلك طالب السادة النواب بضرورة أن تكون هناك مناقشة عامة ليعبروا من خلالها عن ملامح ذلك الاختلاف. واقعا احنا مع إعادة توجيه الدعم، احنا لا نتكلم فقط عن اللحوم ولكن بشكل عام، لكن الآلية التي اتخذتها الحكومة منفردة بتطبيق هذه إعادة توجيه الدعم للحوم، نحن ضد هذه الآلية ولا نتمسك بها ابدا. نطالب الحكومة بالتراجع عن هذا القرار، او يكون هناك في تعويض مجزي بدل الخمسة دينار والثلاثة دينار والدينارين ونص، ويكون هناك فيه فعلا دعم مادي حق المواطن، ليكون دعم فعلا مقبول. طبعا أعيد وأنا أحد الناس المتبنين لهذا موضوع البطاقات التموينية، لأنه هو الحل الأمثل، هو اللي يحمي المواطنين من الغلاء، من التلاعب في الأسعار، من الجشع، من أمور كثيرة. كان من الأوجب بأن يتم تطبيق رفع الدعم عن الغاز، وخاصة أنه يشكل 60-70% من الدعم، أما الدعم على اللحوم الحمراء والبيضاء يشكل 5% فقط. نشدد ونأكد أن البطاقة التموينية لها بيكون لها دور فعال في هذا الشيء. اثنين، احنا طلبنا، جميع النواب اطلبوا زيادة الدعم المخصص لإعادة دعم اللحم، هذه من القرارات اللي شددوا عليها النواب. ورغم أن الأجواء لم تتسم بالهدوء في أغلب الأحيان، إلا أن صدر الحكومة كان متسعاً لجميع تلك الآراء، واستطاعت بردها أن تستوعب جميع الاستفسارات التي طرحت. الحكومة بدأت بنفسها أولاً من خلال جملة من الإجراءات، فبعد أن أعيد التشكيل الوزاري تم الإعلان عن دمج أكثر من 10 جهات حكومية كمرحلة أولية، وهذا سينعكس إيجابا على ما يتعلق بخفض المصروفات الحكومية، وشكلت أيضا فرق عمل الآن تعمل داخل الحكومة لخفض المصاريف الحكومية التي لا تمس القوى العاملة، على أساس أن معظم الذين يعملون في الحكومة أيضا هم مواطنون ولهم حقوقهم ويجب أن نحافظ على مكتسباتهم. الحكومة أعلنت من خلال الاجتماعات التي عقدت مع اللجنة توجهها بأن يتم دخول موضوع دعم اللحوم بالتحديد حيز التنفيذ، مع إبقاء الباب مفتوح لمراجعة الآلية التي تم التنفيذ من خلالها، بأن يتم التحول من الدعم النفسي المباشر للمواطنين إلى أي آلية ثانية بما فيها موضوع البطاقة التموينية إذا تم التوافق مع مجلسكم المؤقت بهذا الخصوص. حلقة النقاش بين السلطتين لم تنتهي، فما زال للحديث بقية، خاصة وأن الطريق ما زال طويلا، والصورة النهائية لسياسة إعادة توجيه الدعم لم تكتمل بعد. لذلك جاءت هذه المناقشة بمثابة فرصة لتقريم وجهات النظر. سهير عصفور لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.